لا لا الحمد لله الضروه ما فيهاش اجرام. بالنسبه للاجرام الى سولتي ما كاينش اجرام بواحد الشكل كبير، كاين بعض الفلتات هذا لا تخلو منه جميع المدن التي تحتوي على الامن الوطني، هل هي تخلو من الاجرام ام تخلو من مشكل الجريمه؟ لا تخلو من مشكل الجريمه. الحمد لله دابا لا صدرتي واحد استطلاع الراي داخل المدينه ان المشكل الامن لا علاقه له بالجريمه، فهمتي؟ ان الذروه تعطاتها واحد الصوره خايبه عليها بالنسبه للامن، وانت غدير تدي استطلاع الراي داخل المدينه مطالب بالامن لاجل بزاف الحوايج ماشي على الجريمه. المستثمر حينما يرى الامن الوطني يستثمر اجل الاستثمار بالدرجه الاولى، فهمتي؟ من اجل التنميه هذه المدينه الامن يساعد في التنميه. بالنسبه للبطاقه الوطنيه المواطنين يعانون بين المشي والمجيء الى برشيد على قبل البطاقه الوطنيه، فهمتي؟ المسائل الجريمه ما كاينش بالنسبه كثيره، اما بالنسبه للجنايات قليله كاع تقريبا، المعدل قليل بالنسبه لتاع الذروه تعطات هذه السمعه نتمنى ان تحيد عليها صراحه. كان اللي كذب يجي يزورها ويدور في الشوارع ديالها في المساء في الصباح في الليل ويشوف